كنوزين. صباح الخير فدوى، وصباح الخير يسرى، وصباح الخير لكل اللي يسمع في كنوز افام. اليوم حد والنساء يبداو لهين في الكوجينه، وماذا بيهم يطيبوا حاجه بنينه لصغيراتهم وللعائله. دونك اليوم اخترنا لكم فخاذ الدجاج المحشين بالزيتون والموتزاريلا وكريمه الفول بزيت الزيتونه. كريمه الفول ماش دي سيغ، راهي مع فخاذ الدجاج المحشين بزيت الزيتونه والموتزاريلا. باش نبداو بفخاذ الدجاج، دونك ناخذوا 6 فخاذ دجاج ديزوسي، منحي العظم نتاعهم، 120 غرام زيتون اكحل بلاش قلوب دي نويوتي، 4 سنينات ثوم مهرسين، 150 غرام موتزاريلا رابي، 6 كعبات طماطم، 3 كعبات بصل، 4 عروش متاع زعتر، ملح وفلفل اكحل، و4 مغارف زيت زيتونه. اول حاجه نخلطوا الزيتون الاكحل والثوم والفلفل الاكحل وجبن موتزاريلا مع بعضهم. نحشيو بالخليط هذا افخاذ الدجاج منزوع منهم العظم، نحاولوا نسكروهم بكوردون باش الحشو ما يخرجش وقت اللي يبداو يتيبو. في بلا متاع فوغ نقصوا البصل والطماطم شرايح، نرصفوهم فوق البلا، نحطوا فوقهم افخاذ الدجاج المحشيين، نزيدوهم عريشات الزعتر والملح والفلفل الاكحل وزيت الزيتونه بالطبيعه، ندخلوهم للفور على 170 درجة مدة 45 دقيقة. وكيف يتيبوا نقدموهم سخونين، ونجموا نقدموا معاهم كريمة الفول بزيت الزيتونة، سهلة برشا. 250 غرام فول شايح، إيطرة ونص ماء، مغرفة صغيرة ملح، غرفة صغيرة كمون، و20 سنتيلتر زيت زيتونة. نغسلوا الفول مليح، نحطوه في طنجرة مع الليتر ونص ماء، يتيب على نار هادية معاهم سنينتين ثوم، ونخليوهم يتيبوا كل ربع ساعة. نحاولوا نحيو بمغرفة الكشكش اللي تتكون من فوق. وقت الفول يتيب مليح يولي يتعجن مع تفوندون، نواصلوا الطياب نتاعو أكثر، ونحاولوا نهرسوه بمغرفة اللوح. من بعد نهبطوا من فوق النار، نرحيوه بالميكسور بلونجان لين يولي كل بيغي أرطب وما غير حتى طروف متاع فول. ناخذوا مقلة نصبوا فيها الزيت زيتونة على نار هادية، نصبوا في وسط الزيت البيغي متاع الفول متاعنا مع الملح والكمون. وقت اللي نشوفوا البيغي تشربت كمية الزيت الكل وثقالت كيما الكريمة، نهبطوها من فوق النار، نقدموها في صحيفات مع جنارية مصموتة وخبز دياري وتاكلوا بالشفاء. بالنسبة للديسير فدوى، اخترنا لكم اليوم جاتو بالشوكولاتة خفيف وبنين. دونك لازمنا 4 كعبات عظم، نفصلوا الابيض على الاصفر، 250 غرام سكر محور، 100 غرام زبدة، 40 غرام معجون برتقال، 125 غرام فيرينا، مغرفة ونص بودرة كاكاو، ورشة ملح. أول حاجة نحطو كسرونة على نار هادية، نذوبو فيها الزبدة والسكر المحور والمعجون تاع برتقال، نحركوهم أوميم طون باش نتحصلو على خليط أوموجين. نركزو الأصفر متاع العظم بالخلاط الكهربائي، ونصبو فوقو خليط الزبدة والسكر المعجون، وإحنا نركزو في نفس الوقت، نصبوه بشوية بشوية ونركضوا لين يبيض الخليط ويفتح لونه. نصبوا فوقهم الفرينة المخلطة مع بودرة الكاكاو المرة ورشة الملح، نصبوهم بشوية بشوية ونخلطوا الكل مع بعضه. في الاخر بكل باش نركضوا الابيض متاع العظم اون نيج، نصبوه ونحاولوا نخلطوه ديليكاتمون باش ما نحيوش الهواء اللي في الابيض متاع العظم، باش نتحصلوا على خليط يكون اي غي مهوي من داخل. في مول مدور مدهون بالزبدة ومرشوش بالفارينة، نصبوا الخليط متاعنا، نطيبوه في فور على 180 درجة حرارة مدة 45 دقيقة. نخرجوها من الفور ونخليوها تبرد قبل ما نديموليوها، ونمشيو توا نحضروا لها القناش متاعها. دونك للقناش لازمنا 250 غرام شوكولاتة و4 مغارف حليب مركز محلى، نحطوهم على باماغي يذوبوا لنتحصلوا على قناش بغيانت تلمع وبنينة. نغلفوا بها الجاتو من فوق وعلى جنبات، وفي الاخر بكل نعملوا رشه نتاع لوز مهروش. وصدقني فدوى باش تعجبك برشا الجاتو وشوكولا هذيه كان تجربها. دونك ما عليكم كان تجربوا الوصفات نتاعنا وتاكلوا بالشفاء. نوزينا.